احنا حاليا في فعالية اضبطي ايقاع قلبك، واللي هو ضمن فعاليات يوم القلب العالمي. بنساوي مثل الفحوصات الأساسية لأمراض القلب والدماغ، واللي بتتضمن الضغط، أرقام السكر، أرقام الكوليسترول في الجسم، بالإضافة لمشعر كتلة الجسم اللي هو بيدل على زيادة الوزن عند الأشخاص. بشكل رئيسي هاي الفعالية هي موجهة للنساء، والغاية منها طبعا هي أنه للتنويه بأن أمراض القلب والدماغ أيضا هي بتحدث لدى النساء، ومع الأسف هاي الفئة مش دائما بتجي على الفحوصات بشكل دوري.